انا متوتره جدا على فكره. ليه؟ مش عارفه عصبوني تحت. معلش هو يعني في ناس كده بتبقى عندها شخص. انت مصاحب؟ بتحب صاحبتك؟ بقالك قد ايه؟ يعني بقى لنا سنه ونص. اوكي ما عندكش سبب تغير؟ بس انت وشك كيوت جذاب جدا يعني. وبصراحه لازم تغني. طب هو انت ممكن تديني رقمك؟ طب بس هيبقى فيها مشكله لو كلمتك يعني عشان صاحبتك؟ هيبقى فيها مشكله؟ يعني طب انت بتروح تسكن؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم نورين. استاذ ايمن. تمام. واستاذه مايا. ايه مالك؟ لا مفيش حضرتك، بس قطعت حاجه مهمه بالنسبه لي. ايه؟ لا خلاص ولا هيك. تمام يا جماعه نورين. نورك. ميرسي نورك. مبروك الاول يا جماعه انكم اجتزتوا اختبار الالتحاق عندنا هنا ان شاء الله في المؤسسه. طبعا انتوا عارفين انتوا هنا بتعملوا ايه؟ خالص. طب يا جماعة انتوا عارفين اي حاجة عن المؤسسة؟ انا مش عارف. انا عارفة ان هي مؤسسة خيرية، دخلت على الويب سايت وعرفت ان هي بتوظف ناس يعني. حلو. هي زي ما استاذة مايا كده قالت بالظبط ان احنا مؤسسة خيرية. المؤسسة الخيرية دي بتعمل في كافة المجالات والانشطة للصرف على نفسها، زينا بالظبط زي مؤسسة الف نوبل، عارفينها؟ طبعا. بتاعت السنة. ما علينا عشان ما اطولش عليكم، المؤسسة دي يا جماعة قائمة على فعل الخير. تكرهوا الخير؟ ما دام احنا ما بنكرهش الخير يبقى احنا كلنا مستعدين نشتغل مع بعض عشان نعمل خير، وربنا يجازينا ويجازيكم على الخير اللي احنا بنعمله ده. يا رب. متفقين؟ متفقين. مبروك يا جماعه انتوا معانا. استناكم عذرا بس في الايه؟ في توقيع العقود استاذه مايا. يا هل كده خلاص التقارير علينا؟ يا ماما احنا ما عندناش وقت. طب ولا انتوا مش جايين تشتغلوا؟ ايمن هيبقى معايا ولا لوحدي؟ لا انتوا الاثنين. اصل انا مش هشتغل من غيره. ايه؟ مش ده غيري. لا 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 انتوا الاثنين معانا ان شاء الله. هستأذنكم بس الدكتور جاي هيكشف عليكم كده كشف سريع. يكشف علينا ايه؟ لا لا ما تقلقيش ده حاجات بسيطه. انت مالك قلقانه ليه كده؟ لا انا ما حدش يكشف عليا، انا بروح اكشف حضرتك بره يعني يكشف عليا. مش من كشف من انهي نوع بس؟ ما احنا نعرف الاول ايه. انا مش فاهمه يعني يكشف عليا. هو الدكتور هيشرح لكم بالتفصيل يا استاذ ايمن. ده وصل كمان. استأذنكم انا بس شويه بس ثواني وراجع لكم. مساء الخير. مساء النور. انا دكتور عمار. وانتم؟ مايا. مايا. ايمن. اهلين ايمن. اهلين بك. اهلين مايا. اهلا وسهلا. كيفكم؟ الحمد لله. طيب احنا نبدا باختبار الوزن. بدي اياك تطلع لي على هاي الميزان. انسى ممكن تتفضلي على ال دبليو سي تمليلي دلفا. زلفة مين انت يا يعني ايه زلفة؟ كل شيء؟ اوكي انا هشوف الموضوع ده. اسمه ايه اللي تحت ده اللي كان معانا لؤي صح؟ لا بليز ما بيصير تكلميني بهيك اسلوب، ما بيصير تكلميني بهيك اسلوب. اتس اوكي؟ اتفضل. اهلين. صح هيك اسلوب كلمتيني تبعه؟ معلش تأخرت عليكي أيمن. نعم؟ على فكرة بتكلم. أنت عارف مشكلتي بس إن أنا مضيت. هي دي المشكلة. وأنا عارف عشان خاطر أيمن، عشان احنا نجحنا مع بعض فهنكمل مع بعض. أخرج وأسيبكم مع بعض؟ يا ريت يكون أحسن. أخرج وأسيبكم مع بعض؟ أنت لو تعرفي شو قال الأستاذ وأنت ما موجودة؟ شو قال عليكي؟ شو قلت؟ شو قلت؟ قول انت. انا ما بحب اطلع اسرار حبيبي. انت عارف انت شو قلت عليها؟ قلت انها صريحة. قلت انها صريحة؟ ما قلت انها اجريسيف؟ انا اللي قلت؟ ولا انت اللي بتقولي اصل هي شكلها اجريسيف والمديرين؟ انا قلت هيك؟ امال انا اللي قلت هيك؟ احنا بنبتدي شغلنا بالكذب وده اكتب اللي عايزه تكتبه في التقرير علشان يوصل لمستر عبد الرحمن. ايمن تعالى جنبي بس. شو حضرتك؟ تعالى جنبي بس. انا نسيت السوري نسيت الاريال في البيت. ايمن تعالى جنبي انا اللي بقول لك. ما تيجي هنا. شو ايه انت بتقولي له؟ انا اقول هنا مش انت اللي بتقولي. حضرتك المدير؟ هو مش
مش عارف هو بيتلاعب او بيحاول يوقع الدنيا ولا ايه مش فاهم. يعني هو دخل بيقول لي عليها اجريسيف لما هي راحت الحمام. طب اشربوا بس وقعنا في بعض. انا واثقه ان انا مش هيشرب يا جماعه انتوا ضيوف. طب اشربوا بس اشربوا يا سيدي اشرب بس. انا شربت تحت كتير. انا قاعد تحت بقالي ساعتين عمال اشرب. يعني انت لسه زعلان؟ لا لا انا مفيش اي حاجه. أنا طب مين طلق بالثلاثه اللي انتوا شاربينه ومش زعلانين؟ لا 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 اشرب بقى ولا يرضيك العيال تتشرب. هو ايه ده؟ طيب بقى عصير. عصير ايه؟ والله العظيم ما اعرف. طلع لكم عصير ايه؟ ده مانجا. بتحبش المانجا؟ اتحرق دمي اصلا. ده مانجا؟ ايه ارمي الست في الشارع؟ هو شربات بس مسكر شويه. بس انا بصراحه دمي اتحرق وجريه. انا ضغطي بيوطى. انا عايز اقول لكم حاجه اسالكم سؤال. تحبوا تعملوا خير؟ اكيد طبعا. حلو. ايه رايك بقى لو الخير ده يبقى عباره عن ايه؟ خير في الدنيا وخير في الاخره. نكره؟ صدقه جاريه؟ صدقه جاريه. هتجازى عنها فلوس كويسه وفي نفس الوقت هتنقذ بيها حياه بني ادم. ترضى ولا ما ترضاش؟ على حسب. على حسب ايه؟ ما ترضاش تنقذ بني ادم؟ لا طبعا ارضى. ما ترضيش تنقذي بني ادم؟ بس المهم ما يبقاش في ضرر ليا انا. لا 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 ضرر ولا ضرار. بس تمام. نضر ليه؟ موافقين؟ بص ركز معايا يا ايمن. خليك معايا يا ايمن. لا ما في اي حاجه. لا ما فيش حاجه يا بنتي. ما فيش ما فيش. اشرب بس يا ايمن ونكمل. اشرب تاني؟ يا ايمن اشرب يا ابني وصلوا على النبي. انا حلفت طلاق. انا عايز امشي. اقعد يا بنتي. اهدي يا ايه يا بنتي. ايه دي خيال يا بنتي. في ايه يا بنتي؟ ما تسيبنيش يا ايمن. اشرب يا ايمن. خلاص 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 خلاص. انا هبدا انا هبدا. لو سمحت يا دكتور. لو سمحت انا راح اوريكي كيف عايز هيك طريقه. يا جماعه انا راح اوريكي. بالراحه مريضه. انت بتعمل بالراحه بس بالراحه. دكتور انت شو دخلك انت؟ ازاي شو دخلك انت؟ كده يا جماعه الدكتور بيعمل ايه؟ يا جماعه هو بس اه يلا مش عارف بنتي بتموت. اه يا جماعه اتكلم معايا ابني. انا راح اوريكي. انت دكتور؟ هو في دكتور بيعمل ايه؟ الله اكبر. الله اكبر. فين القسم اللي انت قسمته؟ انت فاكرنا انا طالب في كليه هندسه وفاهم كويس انا بتكلم في ايه؟ ماشي. لا ما اقعدش وما تكلمنيش. يا عم مش قاعد. ايمن هتشيلها شيلها شيلها الكلبه. كلبه يا جماعه. يا جماعه الموضوع ايمن. ايوه بس شغال عندك. اتكلم معاه باسلوب كويس. ايوه اتكلم بالاسلوب اللي يعجبني. وانا برضه اتكلم بالاسلوب اللي يعجبني. انت دكتور سكر. انت فاهم يعني انت دكتور؟ انا دكتور شمال يمين. انت مش بتاعك. اه شمال يمين. اوكي اه وصلت كده. ماشي يوصل لك. يا دكتور يا دكتور ايمن كلمنا كلمنا. بص يا ايمن انت هتاخد خلص عشان ما عنديش وقت يا استاذ. يا دكتور سيبنا اتكلم. اكرمك الله. بص يا ابني ما تبصليش كده بس. يا ابني يا ابني انا هتكلم. بص يا ابني مطلوب منك حاجه بسيطه كذا عنها الدنيا الاخر وهتاخد معاها حاجه عمليه الواطيه. اخد الكلب بتاعتها. ايه وارجع الكلب بتاعتها. الموضوع بسيط. البني ادم يقدر يعيش بكليه واحده يا ايمن مش بكليتين. وهتتجازى عليه الدنيا واخر. يعني ايه؟ طب وانت ما تبرعتش ليه بكليتك؟ انا متبرع. مين قال لك انا مش متبرع؟ انا مش عايز اتبرع. ليه يا ابني كده؟ مزاجي ده حاجه ترجع لي. ايمن يا حبيبي هتتبرع. طب انا مش هتبرع. هتتبرع يا ايمن. انت ماضي ايمن معانا يا حبيبي وموافق. يعني ما تخلينيش اسيب للورق ومش الورق. لا بقول لك ايه ده انا هرجع لكم هنا تاني وهقفل لكم المكان. انت ما تعرفنيش. ماشي ايمن. ماشي وانا هتبرع. يا ابني يا ابني انا بكلمك. ايوه بس ايه ده الكلام؟ ما تخلينيش انا عليك. انت راجل كبير. بالظبط انت عشان راجل كبير. انا راجل كبير. مش هتبرع عليك.